صوص البشاميل لكل معلقه دقيق كوبايه من اللبن الفاتر او بدرجه حراره المطبخ، بلاش لبن متلج وبلاش لبن سخن، تمام، عشان يدينا نتيجه كويسه. ولكل معلقه دقيق معلقه من الزبده او معلقه من السمنه ممسوحه، يبقى ايه؟ واحد واحد واحد، معلقه زبده، معلقه دقيق، كوبايه لبن، تمام. بنشوح طبعا الدقيق مع الزبده او السمنه من غير ما يغير لونه علشان ناخد البشاميل اللي يبقى لونه ابيض كريمي، مش عايزين لونه يغمق ولا يبقى شكله مش لطيف، تمام. وبعد ما نشوح الدقيق والدقيق لونه يبيض وده دليل على انه استوى، هنبتدي ننزل بالكوبايه اللبن. انا بتكلم دلوقتي على مقدار معلقه ومعلقه وكوبايه، هتحطي تلت كوبايه اللبن وتقلبي وتحطي التلت التاني وتقلبي وهكذا لغايه ما تخلصي اللبن بتاعك وتاخدي القوام الامثل ليكي. هتضيفي معلقه قشطه وتحطي ملح وفلفل عفوا، وكمان تقدري تحطي ايه تاني، ممكن مرقه دجاج، تمام، هتدي لك طعم حلو جدا. القشطه كمان بتدي طعم جميل جدا جدا للبشاميل، او ممكن كريمه من بتاعه الطهي. هنا العجينه محتاجه مني سايل، تمام، هتحتاج مني شويه صغيرين ده على حسب الدقيق.